يا فادي من الحفرة حياتنا. تعجبني قوي بنظرة حب يبصلك النهاردة. لو انت جاي تقول انا في فجوة كده بقالي فترة كده مش لاقط، مش مستقبل، مش متعزي زي الاول، مش متشجع زي الاول، بقعد قدام الكتاب بس الكتاب مقفول قدام عيني وانا مقفول قدام منه، مفيش حاجة مفتوحة، لكن النهاردة نظرة الحب تدوبك في الاجتماع ده. حد يقول امين؟ حد مصدق؟ حد مصدق انه الرب يعمل كده؟ ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان يا رب، ليك كل السلطان. شوف سلطانه على الأحداث، المزمور اللي احنا قريناه في عدد 8 يقول هلموا انظروا أعمال الله. بص سلطانه، بص أعماله، بص أعماله معاك في الماضي والحاضر. يقول نجانا وينجي وهينجي كمان. ليه؟ احنا في شركة وفي عشرة مع ليك المجد وليك القوة.